لو مراتك او لو اي راجل عايز يتجوز تاني ومراته قالت له يا تطلقني يا تكمل معايا من غير جواز، يعني حطت اختيارين صعبين جدا، وطبعا الطلاق بيكون صعب احيانا طبعاً. كتير، أكيد. فهتعمل ايه؟ او تقول للراجل اللي عايز يتجوز ومراته رافضه رفض تام، لانها برضو قدرات عند الستات، في ستات تقدر تتحمل ده انه الست التانية تقدر تشاركها طبعاً. في جوزها، وفي ستات تانية ما تقدرش تتحمل ده. بالظبط. عايزين بس انا من خلال دعوتي، لان الرجاله احيانا اذا وقعت في قصه حب او تتجوز، عايز اقول ان يبقى للمراه الاولى هو حق الرفض اساسا. يعني احنا عندنا في وثائق الجواز دلوقتي في وثيقه ابن حنبل اللي يجوز تكتب فيها ان هي ما ينفعش لو جوزها اتجوز عليها تطلق. تمام. وعارفين السيده فاطمه رفضت من البدايه ان سيدنا علي شرط. يتجوز عليها. اذا يبقى حق المراه الشرعي بحكم ان التعدد هو شرع اسلامي، يبقى ان في حق المراه الشرعي انها ترفض وتقول لا. هنا بيخير الرجل، هنا الرجل يقعد بقى يحسبها مع نفسه، هل انا قادر ان انا اقنع مراتي على فكرة ان انا تتقبلي فكرة جوازي؟ هل انا قدمت لها من الخير ومن الحب ومن السماحة ومن الكرم على مدار سنين طويلة من الجواز اللي خلاها النهارده تغفر لي ان انا اقدر اتجوز امرأة تانية؟ هل هي واثقة فيا ان انا لما اتجوز مش هظلمها وهعدي في اطار العدل والقدرة؟ هل انا فعلا قدامها عندي قدرة جسدية ومادية تسمح لي بان انا عديت؟ هو ده الموضوع بتدرسه المرأة، وده نقاشي مع ريهام على مدار سنين طويلة من بحث فكرة الزوجة التانية. اما نيجي نتكلم، هل انا الرجل، هل انت امراه منتقصه؟ لو فيك حاجه انا هقول لك عدليها، هي ما عندهاش انتقاص. طيب. هل بيني وبينك فجوه في المشاعر؟ لا، بنحب بعض جدا،